متابعي الفا سبريس، ما زالت تتواصل ردود الفعل حول جمع نبيل ارميلي بين منصب عموديه الدار البيضاء ووزاره الصحه. هناك من يعتبر ان من حق السيداد يجمع بين القطاعين، لان ما دام ان ما كاينش القانون تاكد على حاله التنافي في هذه المساله هذا، وبين من يقول ان المساله اخلاقيه وان جمع ما بين الدار البيضاء ووزاره الصحه امر صعب جدا على اي انسان بغض النظر على الاسم تاع نبيل ارميلي. الفا سبريس استسقت رأت اراء مجموعه من المنتخبين حول هذه القضيه هذه. سي حسن الحلولي، الشراكي المحدر واحد الهاتشاك ضد جمع ما بين عموديه الدار البيضاء ووزاره الصحه، علاش درتوا هذا الهاتشاك هذا؟ اولا احنا كننتقدوا الطريقه ديال التسابق على المسؤوليات، فلا اعتقد ان يكون عندك جوج مسؤوليات ومن حجم مثلا الدار البيضاء ولا فاس ولا مراكش، وتاخذ مسؤوليه كذلك سياسيه من حجم وزاره، انك غتوفق بواحد الطريقه اللي غتقنع بها المواطنين اللي صوتوا عليك. هذا من جانب، والجانب الثاني هو مؤسف اننا في 2021 بقى الناس كتهافت على المناصب في حين انها خصها تهافت على خدمه الوطن. عموديه الدار البيضاء فهي اكثر من وزاره، اعتبرها بالنسبه لمدينه الدار البيضاء ووزاره الصحه، وما ادراك ما وزاره الصحه، وما ينتظرها من اصلاحات عميقه جدا، كانت تكون اما عمده الدار البيضاء فقط او وزيره الصحه. لماذا؟ لان الدار البيضاء تنتظرها اوراش كبرى، وتنتظرها هناك عدة مشاكل فيما يخص اجتماعية اقتصادية إلى آخره. تنظن ربما الدار البيضاء ستعيش، أنا ما نكونش متشائم، أود أن أكون متفائلا، ونتمنى أنها توفق بين هاد جوج ديال المسؤوليات الكبرى تنتمنى، ولكن ما أظن، لأن الدار البيضاء إذا خدم فيها العمدة يوميا وربما لن يصل الى المبتغى ولن يحل المشاكل الكبرى. وحنا تنعرفوا ككوني سابق عضو سابق بمدينه الدار البيضاء، وتنعرف عده مشاكل اللي طرحناها وما توفقناش في الاخير انها تحل، وما بالك الان مع هذه المسؤوليه الكبيره بين الرباط ومدينه الدار البيضاء. لا اعتقد اي عاقل انه جمع ما بين مهمه مسؤوليه ديال وزير الصحه والمشاكل والاختلالات التي تعانيها، وتدبير الشأن المحلي بمدينة الدار البيضاء القلب النابض، العاصمة الاقتصادية لكل اليوم، كل جل البيضاويين والبيضاويات ينتظرون انطلاقة حقيقية لتحقيق مجموعة من الأهداف المسطرة من طرف الحزب الذي احتل المرتبة الأولى. خصنا نكونوا تنوضحوا أنه ماشي غير رميلي الوحيدة اللي تجمع دابا ما بين الرئاسة ديال الجماعة والوزراء، هي كاين مجموعة الوزراء في هذا الإطار هذا اللي تترأسوا الجماعات الترابية، سواء ذات نظام المقاطعات أو جماعات ترابية اللي فوق العدد ديال الساكنة ديالها 300 ألف نسمة. كذلك في الولاية السابقة الحكومة السابقة سجل نفس الأمر وما كانش إشكال. بالنسبة لي أنا شخصيا أنه الحكم على هذه التجربة ما نقدرش نحكموا عليها الا بعد التجربه، يعني بعد ما يكون العمل ندخلوا في الشغل ديال الحكومه والشغل ديال تدبير الشأن المحلي على مستوى المدن الكبرى او الجماعات الترابيه، ونعطيو واحد الفرصه ديال 100 يوم على الاقل، يعني تكون هي الوسيله ديال المقارنه، واش كاينه القدره على التدبير او لا ما كايناش. يعني انه المسؤوليه صعيبه، ولكن دائما ما خصناش نشوفوا شنو كيكون في الواجهه، لانه السيد الرميلي كعمده ديال مجلس مدينه الدار البيضاء، زائد انها وزيره ديال الصحه، خصنا نعرفوا ان شكون اللي موراها، لانه كاين والي سابق اللي هو بوسعيد، لانه الامور ما كتمشيش شكون اللي في الواجهه، ولكن هذاك الفريق اللي كيكون مورا هذاك الشخص اللي ترشح. كتعرفوا انه في المفاوضات اللي كان كيدير على مستوى التجمع الوطني الاحرار، اللي كان كيدير المفاوضات هو سي بوسعيد، كما كان في حزب الاستقلال السي القادري. يعني انه دائما يجب النظر ما وراء ما وراء الكراسي، يعني انه العمليه ما كدارش بهذاك الشخص، هي كدار بفريق هو اللي كيكون بغض النظر عن الشخص اللي في الواجهه.
بالنسبه لك امر عادي ان نبيل الرميلي تجمع ما بين العموديه ووزاره الصحه في ظل هادشي اللي تقول فيه؟ عادي وعادي جدا، على اعتبار ان المسؤول السياسي هو يضع استراتيجيه سياسيه، هو كيوضع السياسه، في حين ان المجالس ممكن انها تمشي غير بالموظفين اللي فيها وبالاطر اللي فيها، كيف ما الوزارات كيمكن لها تمشي بالاطر اللي فيها يعني دائما نتمنى انه النظره تكون ماشي للمسؤول اللي كيكون في الواجهه واللي كيكون في الكرسي، دائما كنشوفوا اللي موراه، الفريق اللي موراه. بغض النظر على حول قانونيه الجمع ما بين عموديه الدار البيضاء او عموديه مراكش او عموديه اي مدينه وقيت اخر، الامر البعض يقول بان اخلاقيه، علاش؟ لان المدينه كمدينه الدار البيضاء تحتاج الى عمده متفرغ، عمده يعني تخدم سبع ايام على سبع ايام 24 ساعه على 24 ساعه من اجل ايجاد حلول للكثير من المشاكل اللي تتعرفها هذه المدينه اللي تتوصف بمدينه الغول. البعض يقول بان بغض النظر على الجانب القانوني اللي هو ما تيمنعش الجمع ما بين العموديه والوزاره، ولكن على المستوى الاخلاقي كان الدار البيضاء تحتاج الى عمده متفرغ من اجل تدبير الشؤون ديالها، واش تتفق معنا؟ فعلا فعلا، لان فيما يخص عمده الدار البيضاء مع الوزاره ليست هناك حاله تنافي، هناك حاله تنافي في بعض الحالات اخرى اقل منها، ولكن في هذه الحاله المشرع ما قدرش حاله التنافي، انه كما قلتي من الناحيه الاخلاقيه من ناحيه المسؤوليه باش يمكن يعطي في هذاك المسؤوليه اللي عنده باش يعطي خاصو يتفرغ لها. انا كنت اتمنى كمديره جهويه وعارفه المشاكل ديال الصحه بطبيعه الحال، اما وزاره الصحه واما مدينه الدار البيضاء كعمده. القانون ما كاين، لا ما كيمنع ما كي ما كي ما كي ما كيعطي هذا الحق هذا. هناك اختلال، هناك ربما ان من الناحيه القانونيه ما جمعش ما بين الرئاسه ديال هذا، ولكن ربما انه كان مقترح، كان مقترح ديال حتى الوزير لا يمكن له حل تنافي ما بين الوزاره وجمع ما بين العموديه، ولكن مع الاسف ان هذا المقترح ما ترفض، واليوم احنا تنعيشوا هذه المشاكل على مستوى مدينه الدار البيضاء ومدن اخرى. المشرع ما كانش قاصر في هذه المساله، هذه هو حدد الحالات ديال التنافي على سبيل الحصر يعني في النيابات على مستوى البرلمان المستشارين، على مستوى الرئاسه ديال الجماعات الترابيه او المجالس الاقليميه او الغرف المهنيه، فهذا التحديد ديالو على سبيل الحصر ما جاش اعتباطي، هو جا بناء على تجربه، وبالتالي ما وضعش الجمع ما بين وزاره وجماعه ترابيه داخل هذا الاطار، تيبان انه راه كاين الامكانيه اننا نوفقوا ما بين جوج المهام اللي هي جامعه الدار البيضاء على سبيل المثال ووزاره الصحه. بالنسبه لك واش تقدر يعني نبيله الرميلي ولا المنصوري يعني تنجح في هذه المهمتين ديال في هذه المهام؟ لا اعتقد كمدينه الدار البيضاء اليوم للميزانيه ديالها تفوق 350 مليار سنتيم، المشاكل التي تعانيها مدينه الدار البيضاء بعد في ظل هذه الجائحه ديال كورونا، انتظارات ديال البيضاويين والبيضاويات، المشاكل الكثيره، وبالاضافه المشاكل التي يعانيها قطاع الصحه في تراب المملكه، لا اعتقد انها يمكن لها توفق ما بين هاد جوج مسؤوليات. وممكن انه نحقق نتائج من خلال هاد المكانه ديال الوزيره على مستوى وزاره وعلى مستوى جماعه، ممكن انها تحقق ميدانيا على مستوى يعني المعيش اليومي ديال المواطن، فبالتالي خصنا نعطيو فرصه عاد ممكن نحكموا. مساله الا تكلمنا عليها بطريقه مؤسساتيه، ما كاينش شي واحد واخا تكون عنده الكفاءه ديال ما عرفت شنو غيقدر يتمكن ويتوفق باش يسير او يدبر جوج قطاعات من حجم الدار البيضاء ومن حجم وزاره. يعني بالنسبه لك انت متشائم في هذه القضيه؟ ماشي مساله متشائم، هذا تحصيل حاصل، فلا يعقل مثلا غير انا مثلا ما يمكنش انا غندير جوج مهمات، مثلا غنكون مدير وغادي نكون شارجي ديميسيون، ما مساله اخلاقيه، لا اعتقد اي كيف ما كان هذا النوع ديال الكفاءه ديال هذا الانسان وكيف ما كانت الفتوحات العقليه ديالو ما يمكنش يتوفق باش يدير جوج مسؤوليات.